انه بعد رفع الفايدة بنك مصر وبنك القاهرة النهاردة اعلنوا، عفوا البنك الاهلي وبنك مصر النهاردة اعلنوا انه في 13 مليار جنيه، 13 مليار جنيه حصيلة ال 18% في اول يوم طرح. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده اول يوم لل 18% فايدة دخل بنك الاهلي وبنك مصر 13 مليار جنيه، ده شيء عظيم جدا. خليني ارحب بالدكتور هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي. دكتور هاني مساء الخير يا فندم. الو الو الو، معانا دكتور هاني؟ دكتور هاني حضرتك سامعني يا فندم؟ طيب عايزين نعرف لانه الناس ابتدت تسال من امبارح والنهارده طول الوقت، هي ال 18% الفايده في بنك الاهلي وبنك مصر مفتوحه لغايه امتى؟ يعني هل هي هتظل مفتوحه لمده العام؟ لانه الشهاده دي مدتها سنه. ولا دي لفتره محدده وهيتم غلق هذه الفرصه اللي هي الفايده ب 18%. النهارده كمان ان دكتور هاني مساء الخير يا فندم. الو، النهارده كمان عايز اقول لحضراتكم البورصه ارتفعت. النهارده البورصه ربحت 38.4 مليار جنيه بعد رفع الفايده وصعود الدولار. تخيلوا الارقام عامله ازاي؟ ده شيء عظيم يعني. ده كان مهم قوي ان انا اقوله لحضراتكم. معانا دكتور هاني يا جماعه ولا مش معانا؟ عشان انا مش سامعاه. تاني بقول لحضراتكم الناس بتسأل عايزة تعرف هل الشهادة دي محدودة الوقت ولا المسألة مفتوحة؟ هل هيتم التحديد قريبا؟ الناس تبدأ، يعني النهاردة كانت الزحمة غير طبيعية في البنوك علشان الناس كلها عايزة تستفيد بفكرة ال 18% فايدة بعد رفع سعر الفايدة وبعد صعود الدولار. النهاردة البورصة ربحت 38.4 مليار جنيه. دكتور هاني حضرتك سامعني؟ مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا حضرتك، انا سامعك كده تمام. دكتور هاني، بتفسر بايه انه البنك الاهلي وبنك مصر اعلنوا النهارده ال 13 مليار جنيه حصلت شهاده ال 18% في اول طرح، اول يوم طرح؟ طبعا ده نجاح كبير جدا لاطلاق هذه الشهاده ذات العائد المميز، لان شهادات الرقم ده حقيقي؟ طبعا، يعني البيانات التي تصدر من اي بنك بتبقى بيانات حقيقيه. تمام، اتفضل. فما يعني ما نقدرش ما نشكش فيها على الاطلاق. نعم. فمع بدايه اطلاق هذه الشهاده اللي هي بعائد مميز جدا، يمكن الجهاز المصرفي ما شافش شهاده بهذا العائد المميز الا يمكن كانت اكثر شهاده، يمكن كانت ب 15% السنه اللي فاتت عقب جائحه كورونا، وكنا بنعتبرها عائد كبير جدا. الشهاده دي كان في شهادات قناه السويس كمان لو حضرتك فاكر. كانت بعائد، بس ما اعتقدش انها، يمكن لا اتذكر انها وصلت ل 18%. تمام، اتفضل. فالشهاده دي يعني 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 المقصود بيها طبعا انها تعوض عملاء البنوك عن ارتفاع مستوى التضخم اللي هو بيتتآكل مع القيمه الحقيقيه للمدخرات. وهي طبعا مؤقته، والغرض منها مؤقت ان هو تمتص السيوله كمان. من احد الاغراض انها تمتص السيوله النقديه في المجتمع للحد من التضخم. نعم نعم. فمن هنا الناس، حضرتك شايف ان الرقم ده جديد على البنوك ولا يعني دخل البنوك وما كانش الناس دي عندها حسابات في البنوك، ولا حصل تحويل من البعض؟ لا يا فندم، الرقم ده اولا في الرقم ده بنسبة كبيرة جدا جدا من داخل البنوك. ليه؟ لان الاموال اللي هي خارج البنوك في حد للايداع النقدي والسحب النقدي 50,000 جنيه مطبق من اكثر من عام. فالفلوس اللي موجودة دي كانت اوريدي موجودة، كانت بالفعل موجودة
داخل البنوك في حسابات سواء أو في أوعية ادخارية، في شهادات ادخار، والعملاء فضلوا ان هم يكسروا يغيروا، يمكن يعني اغلبية العملاء اللي هم يمكن توجهوا لهذا الوعاء الادخاري الجديد يمكن ان هم فضلوا ان هم يعني قاسوا الخسارة ما بين كسر الشهادات الحالية والاكتتاب او شراء الشهادات الجديدة، وبناء عليه توجهوا الى هذا الوعاء الادخاري المميز جدا. حضرتك شايف انه في ظل الظروف دي المفروض الرقم 50,000 اللي حضرتك قلت عليه البنك المركزي يفكر فيه، علشان لو ناس معاها فلوس وعايزة تستفيد هي كمان من 18%، ولا شايف ان ده مش مطلوب دلوقتي؟ الحقيقة البنك المركزي العبرة او الغرض من وضع حد للتعاملات النقدية ده كان بدأ مع كورونا، مع جائحة كورونا، علشان تخفيف الضغط على البنوك ومراعاة ظروف التباعد الاجتماعي وأمان المتعاملين مع البنوك. اقتراحك ايه؟ فكان يعني كان هذا هو الغرض الأساسي، انما البنك انما العملاء يقدروا يحولوا من حساباتهم ما بين البنوك وبعضها مجانا، ودي برضو كانت مبادره من البنك المركزي. فاللي عايز يكتب، انا بتكلم لو في شريحه عايزه تبدا تعمل حسابات في البنوك وتستفيد بال 18%، متاح طبعا ليها انها تتعامل مع البنوك. لو ما كانش عندها حسابات في البنوك متاح طبعا ان هم يبداوا يتعاملوا مع البنوك ويستفيدوا من هذا الوعاء الادخاري المميز. يعني حضرتك شايف تربح البورصه 38.4 مليار جنيه بعد رفع الفايده وصعود الدولار، شايف ده ازاي؟ والله يمكن على عكس التوقعات ان مع ارتفاع سعر الفايده يعني بيضر بالبورصه وتتجه الاموال نحو البنوك، انما احنا شفنا من بدايه جلسه التداول امس ان حركه تداول كبيره في بورصه الاوراق الماليه بقياده بنوك الاستثمار المصرية وبقيادة صناديق الاستثمار المصرية وكبار العملاء. على عكس المتوقع احنا شفنا رأس المال السوقي، المؤشرات كلها مؤشرات البورصة ارتفعت اليوم وامس، وحجم تداولات كبير وارتفاع لقيم التداول، كل ده الحقيقة يعني بيشير الى ان رفع الفائدة لم يؤثر على البورصة مع التوقعات المتفائلة بان تكون الايام القادمة تشهد مزيدا من النشاط في البورصة المصرية. طيب أنا هرجع تاني لمسألة الـ 18% العائد. سؤالي لحضرتك، هل الطرح ده بيبقى محدد ولا بيبقى طول السنة، أو توقعات حضرتك إيه؟ مفيش يعني بيانات رسمية بتقول إن هذه الشهادة متاحة لوقت محدد ويتم قفل الاكتتاب باب الشراء لهذه الشهادات، انما هي مدتها عام، على الرغم ان في بيانات غير رسمية، تصريحات غير رسمية قريتها اليوم بتقول ان هو فور الوصول الى السقف الاعلى المحدد او المستهدف لهذا الوعاء الادخاري الجديد هيتم قفل باب الشراء. بشكرك دكتور هاني، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.